بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. في البداية أحب أرحب بحضراتكم على قناتكم قناة التحاليل الطبية المخبرية، وأتمنى لحضراتكم قضاء وقت سعيد ومفيد معانا على القناة إن شاء الله. في الحقيقة أنا حبيت أعمل فيديو النهاردة بسبب سؤال أحد الأعضاء اللي متابعيننا على المدونة، سألني هو ليه سكر الفركتوز اللي موجود في السائل المنوي، وليه الأطباء بيطلبوا أحيانا عايزين يعرفوا من نسبة الفركتوز في السائل المنوي، مع إن كل الناس عارفة إن مصدر الغذاء الأساسي لمعظم الخلايا هو سكر الجلوكوز. في الحقيقة إن سكر الفركتوز يعتبر هو مصدر الطاقة الحصري للحيوانات المنوية في السائل المنوي، وده بسبب ان مفيش انسولين في السائل المنوي، وزي ما حضراتكم عارفين ان الانسولين هو المسؤول عن ادخال السكر للخلايا. تاني حاجة ان هضم الفركتوز اقصر، يعني بياخد وقت اقل، وبالتالي فهو اسرع من هضم الجلوكوز، وده اللي بيحتاجه في الحياة الحيوان المنوي علشان يكسبه حركة سريعة. النقطة التانية ان ربنا خص السائل المنوي بالفركتوز دونا عن باقي الخلايا علشان تقل عملية العدوى من البكتيريا والفطريات، لان البكتيريا والفطريات زيها زي الخلايا البشرية بتعتمد في الغذاء بتاعها على سكر الجلوكوز. طيب سكر الفركتوز ده يا فندم بينتج في الحويصلات المنوية، وبيطلق في السائل المنوي أثناء عملية القذف، وبالنسبة للتحليل بتاع الفركتوز في السائل المنوي بيعملوه يشوفوا نسبة سكر الفركتوز قد ايه، لانه لو طلع لا قدر الله سلبي بيشير الى حالة مرضية اللي هي عدم وجود الحويصلات المنوية ممكن من الاساس، او انسداد في الحويصلات المنوية. يعني ايه؟ يعني ممكن اصلا يكون الحويصلات المنوية مش موجودة، يعني الشخص مولود ما عندوش الحويصلات المنوية دي، او النقطة التانية ان ممكن يكون حصل مشكلة ادت لانسداد في الحويصلات المنوية. بالنسبة للنسب الطبيعية لسكر الفركتوز فهي المفروض تكون فوق 150 مللي جرام لكل دي سي لتر. وفي النهاية أتمنى أن حضراتكم تكونوا استفدتوا بالمعلومة البسيطة دي. رجاء عمل دعم للقناة بلايك وشير وسبسكرايب. شكرا لحضراتكم.